بعد الإعلان عن إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصل رئيس مجلسي النواب والمستشارين إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الفرق السياسية بالبرلمان الأوروبي. المباحثات تناولت الوضع المتقدم مع الاتحاد والإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية على عدة مستويات، إضافة إلى تطورات قضية وحدتنا الترابية. من بروكسل هذه مراسلة لياسي الإدريسي وعبد الرحيم فيلول. قراءة تفصيلية في ثنايا الشراكة الجديدة التي يعمل المغرب والاتحاد الأوروبي حاليا على إرساء دعائمها، انطوت عليها مباحثات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين مع رئيس فريق الخضر بالبرلمان الأوروبي. ارتياح لجودة هذه العلاقات لا يوازيه سوى التزام راسخ بتعميقها في الجانب المؤسسي لتطال مجالات أوسع عبر ضخ دماء جديدة في شرايينها. لقاء لمس كذلك العديد من جوانب التعاون المشترك في مسعى لتقاسم الخبرات وإرساء منظومة متكاملة تستشعر كل أبعاد العلاقات الثنائية وتنصهر فيها مجهودات الطرفين. لقد تطرقنا للوضع العام بالمغرب والأوراش التي فتحها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة وكل الإصلاحات الأخرى، وعموما يمكن اعتبار أننا نسير في المسار الصحيح. أثناء اختتمت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أشغالها في سياق ضخ المزيد من العزيمة السياسية لتطوير آليات العمل البرلماني المشترك، إذانا ببداية مرحلة تنسيق أوثق قادر على تنويع تشكيلة التعاون بين هاتين الهيئتين التشريعيتين. ومن أهم توصيات اللجنة، أولا الحصيلة هي إيجابية للاجتماع الأول للجنة. هناك خلاصات تنظيمية للجنة، لابد من تنشيط اللجنة عبر اجتماعات عدة، يمكن اجتماعات رسمية وغير رسمية، وعبر محاولات تقارب الآراء، تقارب الناس ما بينهم. ملفات تستأثر باهتمام أصحاب القرار داخل الأوساط السياسية البرلمانية والاقتصادية المغربية الأوروبية طرحت للنقاش بهدف استخلاص برنامج عمل يواكب مسلسل التقارب المتوخى على مستوى الإطار التشريعي بين الجانبين، كسبيل لترجمة هذه العلاقات التفضيلية التي منحت المغرب موقعا استثنائيا في خريطة الشراكة الأورومتوسطية. عديدة هي الملفات التي كانت على طاولة النقاش. ما يهمنا مثلا ملف الهجرة، الوضع المتقدم وخطة العمل خلال الأشهر المقبلة. المهم هو أننا قمنا بإقرار نظام للعمل المشترك. جهود المغرب الإصلاحية تجد صدى لها داخل البرلمان الأوروبي الذي جدد ثقته في قدرة المغرب على مواصلة الدينامية التي ينهجها كشريك اختار قيم الديمقراطية والانفتاح. الوضع المتقدم هو تتويج لمسلسل طويل من التقارب يتم إعطاؤه مضمونا عمليا كي تصير العلاقات المغربية الأوروبية أكثر عمقا. وللاطلاع ومعاينة سير المؤسسة البرلمانية الأوروبية وصلاحيتها التشريعية الرقابية والاستشارية، خصص للوفد المغربي استقبال رسمي لحضور جانب من الجلسة العمومية للبرلمان الأوروبي الذي يتوج مشاركة ما يزيد على 450 مليون أوروبي في دعم واحدة من أكثر تجارب التكامل الإقليمي نجاحا في العالم بأسره.